في ذكرى انطلاق قناة الرافدين أحيي كل العاملين في هذه المؤسسة الوطنية التي أثبتت أنها قناة وصوت لكل العراقيين تدافع عن قضايا الوطن، خصوصا النازحين وخصوصا المغيبين. على مدى هذه السنين الطويلة منذ انطلاقتها كانت الرافدين رقما كبيرا في الفضاء الإعلامي. بهذه المناسبة أشد على كل العاملين في هذه المؤسسة التي كانت وستبقى صوتا عراقيا خالصا.